ممارسات العمل السياسي وممارسات العمل الميداني جمعويات تعاونيه في عملك اليومي في العمل ديالك اليومي داخل البيت ديالك وداخل الاسره ديالك وداخل كي تشتغلي كل التجارب التي راكمتها المراه المغربيه كلها منذ قبل الاستقلال الى الان ما زالت غائبه عن المقياس الرجل السياسي وعن كل المساهمين في اقرار القوانين الانتخابيه. اليوم كان عندنا لقاء مع الرابطه حقوق المراه حول القوانين الانتخابيه والمشاركه السياسيه للنساء في وقدرتهم على صنع القرار السياسي. بالنسبه ليا النساء المغربيات اليوم القوانين اللي كاينه الان غير منصفه لهم وما تتحققش لهم المساواه. خاصنا بزاف ديال الخدمه باش يمكن نحقوا المساواه في على مستوى القوانين الانتخابيه وباش تكون حاضره النساء بقوه في المجالس المنتخبه في البرلمان في الجهه وفي المحليات. طبعا فوتنا علينا فرصه ديال 2021 الانتخابات القادمه فوتنا عليها الفرصه، ولكن غنستمروا في العمل وفي النضال من اجل تحقيق المساواه الكامله بين النساء المغرب ورجال المغرب، ومن اجل واخذا بعين الاعتبار الاستحقاق في واعمال هذه المساواه. واحد المداخله رائعه، انا هنا لا ارمي وردا على الحنان ولكن اعرفها كثير المعرفه وحرقتها على رجال ونساء التعليم. غنمشي لواحد المساله اساسيه التي ظلت تؤرقني منذ ان اشتغلت في التعليم. في التعليم مشيت خدمت في جبال الاطلس، غنتكلم على نساء القرى ونساء الجبل. هذا النوع ديال النساء راه ما كنحتاجوهم حتى الانتخابات، راه ما كنفكروش فيهم طيله السنه، طيله السنه لا نفكر في نساء ورجال في نساء الجبل ونساء القرى الا كاصوات تصويت، ومن بعد ذلك بالنسبه للنساء. الكفاح من اجل احقاق الحقوق الانسانيه للنساء ودعم وصولهم لمراكز القرار هو واحد المدخل الرئيسي لتكريس الديمقراطية لإعمال مبادئ دولة الحق والقانون من أجل ضمان حرية الكرامة والعدالة الاجتماعية. إذن فهو من خلال هذه المبادئ هذه دائما تبنى مبدأ المناصفة والمساواة، ناضل بشأنها منذ أو لا خلال عقوده السبعة جميعها. وبالتالي فموقف الحزب من النصوص التنظيمية الانتخابية الأخيرة هو تمظهر من خلال بيان المشترك الذي صدر مع منظمته الموازية التي هي منتدى المناصفة والمساواة، من خلال بلاغه الرسمي الذي صدر كذلك بتاريخ 9 مارس بهذا الشأن، والذي ضمن فيه لأنه إن كان يتمن الإيجابيات البسيطة التي تتمثل في تشجيع التعددية الحزبية من خلال حذف العتبة، من خلال حالة التنافي التي جاءت في هذه النصوص التنظيمية وتم التشديد عليها، من خلال كذلك تسطير اللائحة الجهوية عوض اللائحة الوطنية، وهذه كلها هي مسائل إيجابية لصالح النساء ووصولهم مراكز القرار. كيف جاء فهذه المسائل كلها هي من شأنها أنها تفتح المجال والفرص. إذن ما كيبقاش نفس الشخص متحكم انه برلماني وانه رئيس جماعه وانه عضو مثلا عضو في المجلس الجماعي. اذا مثلا ملي كتولي عنده منصب واحد فراه هذاك المنصب واحد ودوك جوج مناصب ملي تخلى عليهم كتعطى فيهم فرصه لمراه اخرى. ولكن ومع ذلك في الحزب ديالنا سجل السلبيات اللي جات في هذه النصوص التنظيميه لانه وليت مظهرات فيه. الا كنا كندويو كنقولوا المناصفه وحنايا في هذيك المقاعد اللي تخصصات النساء في مراكز القرار مثلا في مجملها هي 90 مقعد، والاصل عندنا حنا هو 395 مقعد باعتبار ان عدد العضوات واعضاء ديال مجلس النواب هو هذا العدد. اذا كيفاش نتجرؤوا نقولوا المناصفه وحنا اصلا ما باغيينش حتى الثلث؟ 90 من 395 راه ما وصلش الثلث. دائما مرتبط التواجد ديال النساء داخل قبه البرلمان باللوائح الوطنية أو لا بآلية الكوطة على مستوى الجهات. تتذكرون الأزمة وانتم درتوا وفي درات الرابطة الديمقراطية النساء دارت دراسة في هذا الموضوع عند انتخاب مكاتب الجهات في 2015، كيفاش على أنه جاءت عندنا النساء داخل الجهات
ما طلعوش المكتب الجهه، ما طلع الاغلبيه اللي قادات الجهه ما فضلات على انها ما ترشحش النساء. والاكثر من ذلك اجبرت بعض الاخوات اللي هما عضوات في الجهه على انهم يجيو يقولوا سمحوا لينا حنا ما عندناش رغبه نترشحوا لان ظروفنا ما تسمحش لينا. اجبرن وتحدثت وانا شاهده على تلك المرحله. وكنمشيو كذلك حتى فيما يتعلق برفع العدد المقاعد في المجالس المحليه. لكن كيفاش نتبجحوا ونقولوا الرفع، والحال ان هذا الرفع هو تيكون غير في مقعد بالنسبه للمجالس اللي كتبنا هاد، اذا قلنا بالنسبه للمجالس اللي كتبنا ربما مشات لي الفكره. المهم على اي حال كاين رفع من 4 إلى 5 المقاعد بالنسبه للمقعد، وبالنسبه للمجالس اللي فيها 100 اللي اكثر من 100 الف نسمه اكثر من 100 الف نسمه عندنا الزياده هي من 6 المقاعد الى 8 المقاعد. اذا كيفاش ممكن نتحدثوا على الرفع والامر هو لا يتجاوز فقط مقعد ومقعدين؟ الطامة الكبرى كانت بالنسبة لمجلس المستشارين باعتبار أن الحزب منذ 2015 و2021 تقدم بطلبات لتأتيت النسائي بمجلس المستشارين، وهي طلبات وتعديلات واقتراحات ما تخدتش بعين الاعتبار، باعتبار أنه ما دام ما كاينش رئاسة ما كاينش نساء في اللائحه في راس اللائحه راه ما يمكنش نقولوا تاتيت، باعتبار حنا كنعرفوا هاد المجالس هذه العمليه ديال الانتخاب ديالها كيفاش كتكون، وبلانها ما كتجاوزش عضو في اغلب الحالات، واننا ملي جينا ودرنا في راس اللائحه في اطار التحدي اللي داروا الفاعل السياسي بغيتوا المناصفه وهاكو ها ذكرها امراه، ايوا راه المراه عمرها ما غتكون مادام انها الا ما كانت في الرئاسه راه ما عمرها غتكون. الحزب تقدم بتعديل في هذه المساله هذه، للاسف ما تخدتش لحد الساعه بعين الاعتبار. اذا التبجح بالمناصفه تيبقى مازال النضال عليه خص يبقى مستمر. الارض خصبه، الاستحقاقات الانتخابيه مقبله، مجموعه ديال العناصر اللي كيخصها ترتبط مع بعضها، خاصه الاشتغال السياسي مع المجتمع المدني من اجل اننا نقدروا نحقوا ما نطالب. باش نختم المداخله ديالي، حيت اذا بقينا تنهضروا على التاريخ ما تنهضروش هي المقترحات اللي جبنا، راه الاصل هو ما صوتنا عليه في النهايه، ما صوتنا عليه تعرفونه جيدا، هذا هو الاصل، هو اللي كاين اليوم هو اللي غنطلقوا منه غدا. الا ما نديروش خدمه كاملين مع بعضياتنا هو اننا خصنا نديروا حمله وتراكم ديال من اجل ان تكون سي المراه وكيله للائحه في الجامعه في الجهات وفي البرلمان. هذه حمله خصنا نشاركوا فيها كاملين، كل من تعتبر نفسه عنده هذا الهم ديال المساواه والمناصفه وعنده هم ديال التواجد النساء داخل صناعه مراكز القرار. اقتراح على الرابطه على ان تنظم زيارات الاحزاب السياسيه في هذا الموضوع، ماشي باش تقدم مذكراتها لان المذكره ديالها مهمه جدا، ولكن باش تقدم مقترحات جديده كيفاش يمكن يساهم المجتمع المدني اذا ما الحزب رشح نساء داخل واحد الدوائر، كيفاش ان المجتمع المدني يمكن يدعم تواجد تلك النساء في الدوائر.